مكفل بالارامل واليتامى وانا وكاف اليتيم كهاتين. نحن الآن في بلدة حور التابعة للريف الغربي لمدينة حلب. طبعا اليوم 6/4/2017 تم استهداف المنطقة اليوم صباحا بأربع غارات جوية أدى إلى استشهاد امرأة وطفلين. البيت كان متواجد فيه أطفال يتامى وأم ترعاهم، طبعا تم استهدافهم من قبل الطيران بصاروخ ارتجاجي أدى إلى دمار المنزل وأيضا احتراق كلي. طبعا الطيران الغاشم لم يستثني أحد، أطفال، نساء، شيوخ، يتامى، لم يستثني أحد.